هذه مخادعة وهذه موائمة غير صحيحة وغير يعني غير دستورية حتى، يعني تخالف الدستور. يعني أنت إذا أنت تبي تتكلم عن دستور مدني يحفظ للدولة كيانها وشكلها وهويتها ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، لا يمكن، لا يمكن، يعني خليني أقول لك هذه الجملة، لا يمكن أن تتحول مجتمعاتنا ودولنا العربية والإسلامية طالما أن الدساتير العربية والإسلامية تنص بهذه الكلمة بأن دين الدولة الإسلام. لا يمكن أن نتطور أو نتقدم أو نحقق أي إنجاز قانوني وتشريعي وقضائي طالما أن المادة الثانية في غالبية دساتيرنا العربية والإسلامية تنص على أن دين الدولة الإسلام. لماذا؟ لا نقول هذا الكلام من عبط. معنى أن دين الدولة الإسلام القوانين المفسرة لهذه المادة بأن كل القوانين يجب عليها أن تمر من خلال قوانين الشريعة الإسلامية، بمعنى قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات، قانون الجزاءات، قانون العلاقات الخارجية، قانون علاقات مثلا الدول مع المنظمات الأمم المتحدة وغيرها، يجب أن تمر من خلال المادة الثانية وهي أن يكون للدولة دين. فأنت هنا وضعت الدولة في عجز شبه كامل، وضعت الدولة يجب أن ترجع إلى الدين في كل صغيرة وكبيرة. فإذا أنت هني ضعفت الدولة، فرقتها، أفرغتها من كيانها، من دورها، ومن مسؤوليتها بأنها تكون حيادية. عندما نضع للدين، عندما نضع للدولة دين، معناته أنت خليتها دولة منحازة غير عادلة بهذا المعنى، بأنها تنحاز إلى الأغلبية، سواء الأغلبية السنية أو الشيعية. إيران الأغلبية شيعية، وفي دول الخليج مثلا الأغلبية السنية، وفي الدول العربية. فإذا هي منحازة، هي تنحاز للدين الذي تم وضعه في الدستور. فأنا أعتقد أكبر جريمة في مجتمعاتنا العربية منذ إنشاء الدساتير أو ربما منذ استقلال الدول العربية هي وضع المادة الثانية في الدساتير العربية. هذه المادة فعلا أخرت كثير من المشاريع التنموية، أخرت كثير أيضا من تطوير الدستور. يعني خلينا نقول في الكويت مثلا المادة الثانية هي الإسلام. كم مرة طالبوا بعض أعضاء مجلس الأمة بتجاوز هذه المادة، بتنقيح الدستور، يتم رفض هذا الأمر خوفا من أن يشمل هذا الأمر تعديل المادة الثانية، إلغاء هذه المادة الثانية. فتعطل هذا التنقيح وهذا التعديل من أجل إرضاء التيارات الإسلامية، ومن أجل إرضاء التيارات التي تعتقد بأن فعلا المادة الثانية هي حافظة للدستور وبأنها تشكل الهوية. وقيسي على ذلك كثير من القوانين التي تم ردها وتم يعني عدم الاعتراف بها لأن الدولة ذات هوية إسلامية. فهذه الإشكالية، أنا أعتقد أن إلغاء هذه المادة مطلب أساسي وأولي حتى نتحول إلى دول مدنية. أنا ما أبي أقولش دول علمانية، إحنا في البداية علينا نتحول إلى دول مدنية في البداية، أول دول مدنية يعني تحفظ حق الإنسان، تفصل على الأقل السلطات الثلاث. نحن حتى الآن السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ما زالت ترضخ للتيار الإسلامي، ترضخ للفكر الديني، وتعتبر يعني هذه التشريعات الدينية وغيرها هي الأساس في منطلقاتهم القانونية والإجرائية والتشريعية.